ودعا الاثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك، وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت المرضى كثيرين فشفوهم.